متى بتحطي الموبايل الجديد؟ حطيته على سريره. اي بس هو عند جراح؟ انا وصلت جراح، قلت له ذاياك خليه يصعد فوق. ها من يعان؟ انا يمه حدي ميت من اليوم. يلا غسله وبدله. يلا يمه روح غسل وبدل. مو يعان روح بدل ملابسك وتعال تغدى ويانا. يلا عليه ماجد ابوي شرى لي التليفون. اي والله ايش عليك؟ تليفون جديد؟ لا ولون ذهبي بعد. يا من حظك من قدك. انزل مجدتك وبادل تليفوني بتليفونك. حد عجيب. ماجد! يا الاخوان! يا الاخوان جديد! جديد! اقول لك بينون ايش فيك انت غبي ما تفهم؟ لا افهم وافهم عدل بعد. شنو يعني انت عايز تصير غايب التليفون حق اللي سويته فيني ولا شنو؟ صدق انك مو اي نعمه. ادري امه ادري من غير ما تقول ولا شيء بنزل تحت عند ام يمينه وانتم خلكم قعدوا استانسوا بغداكم كنا صدق عائله سعيده. روح تغدوا. بدرية اخذي راحتك حبيبتي. أنا موجودة لحتى لي اسمعك وشوف مشكلتك وأعطيك النصيحة المناسبة. خبريني. والله الدكتورة ما أدري من وين أبتدي. أبتدي بنفسي ولا بزوجي ولا بولدي ماجد. ماجد ولدي العود. ولا ببيتي اللي بينهدم وأنا ماني عارف إيش بسوي. يا ريت تحكيني عن بدرية حبيبتي. ما بدي اسمع عن حدا تاني، أنا بدي اسمع مشكلتك أنتي. كملي. أنا أبوي توفى وأنا صغيرة، وعمتي اللي دارت بالها علي وجابلتني، بعدين خذتني حق ولدها سامي. أول ما تزوجنا حياتنا كانت عادية. تقول الدكتورة إن رايلي ما راح يتغير لأني سويت كل شيء علشان يقرب مني، بس ماكو فايدة. لازم أتعلم شلون أستمتع بالأشياء البسيطة اللي تغير مزاجي وتخليني أحس بشعور أفضل. يعني أقرأ كتاب عقب ما ينامون عيالي واستمتع بقطعة كيكة وكوب قهوة، أو مثلا تشتركين في نادي، تمارسين الرياضة، في شيء بنفسك من زمان نفسك تسويه وما سويتي. والله دكتورة أنا بخاطري استدرين لهيت مع الريل والعيال والبيت نسيت نفسي. تعلمي لغة جديدة، مارسي هواية جديدة، اشغلي نفسك، لا تستني وجود زوجك وولادك عشان تكوني سعيدة. بس دكتورة بعد هالعمر أخذ دورات ولغات أحس فشلة. ما في شيء يمنع، لا هو عيب ولا حرام. مفتاح مشكلتك هو بإيدك. كل ما اهتميتي بنفسك رح تتعدل نفسيتك. لا تهملين زوجك وبيتك. شلون شاق لهني؟ شقحت من بيت خلود وبعدين تعال، انت تليفونك ليش كله مغلق؟ بالله شلون بكلمك؟ يا عم يعني ما تدري قاعد يقول لك ابوي محاقبني وساحبه مني. وادري وما يصير تطلع من البيت. زين خلاص تبي بعد ما يصير ربعي يزوروني فليش جاي؟ ولا ايش بقى بعد حبيبي صرت تنفس؟ لا حول ولا قوة، ترى وايد قاعد تطولها، تبي تقول ايش عندك ولا شلون؟ مش معي الديوانية واحد من شباب بيدق عود ومتجمعين كلنا الليلة. سمرة يعني؟ اي سمرة يلا امش. زين وابوي شلون تهقى؟ تراك ذبحت انت ويا ابوك خلصني بتي ولا لا؟ إيه خلاص خلاص بيي بس انت امشي الحين فكني امشي. يلا امشي ناطرك. يلا روح روح. خا
خلاص يا ماري لبسيني دلاقي عدل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أحلى أم بالدنيا. هلا حبيبي هلا أمي. يا مان العافية يا رب. الله يعافيك يا يمه. شلون ريولك؟ الحمد لله يمه، صدق إنها شوية تشخص علي بس الحمد لله. سلامات، ما تشوفين شر. شر ما فيني ولا فيك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. هو إيش فيك أنت يا نيت تقول هالحكي؟ يمه صدق جايب لك أحلى درابيل بالجمعية. بعد قلبي بعد قلبي وليدي تنقص لي. أدري فيك تحبين الدرابيل. يمه صدق دانا بنت خالتي فوزية طلعت من المستشفى الحمد لله. لا الحمد لله على سلامتها. خلاص باكر إن شاء الله نروح نزورهم وتحمد لهم بالسلامة. دام كذي يمه بقول لك موضوع دام بتزورينهم باكر. قول تفضل. شويه من الظمك ناس وسط الاسواقي اللي وش علي انا من الناس وش على الناس. شويه من الظمك ناس وسط الاسواقي اللي وش علي انا من الناس وش على الناس. وش علي يا صاحب من جميع الغوايب اشعل الخير وتنجو وتعلم حلاوي. لا تقول يا ابني كلمه الا كنت صادق. ما قلنا شيء والنعم فيهم بس تخرج من الجامعة ويصير خير. يما آخر كورس باقي لي امتحانين وتخرج. أيوان إيش قاعد أقول لك تخرج من الجامعة وتوظف وذك الساعة يصير خير. أي يما بس أنا أبيها. وأنا إيش قلت لك هم إحنا نبيها. الصبر الصبر زين ترى. السلام عليكم. عليكم السلام. جراح ما شفت ماجد؟ اللي عارفه بغرفتي يدرس فوق. مو بغرفتك. زين يمكن طالع مع احد من ربعه. انا قايله لا تطلع مع احد من ربعك، عنده امتحانات. يا سامي يا حبيبي الروح تبي الارواح، الولد يمكن طلع يبي يغير جو. يا يمه هذه اخر سنه حقه، انا اخليه كذا هيته خليه يضيع مستقبله. على طاري اخر سنه يا يمه ترى اخوك يبي يتزوج دانا بنتي رنة. اثول انت اثول. للحين ما تخرجت من الجامعه ولا توظفت ولا معتلك كم بيزه بتتزوج. اركض حق نفسك اركض، صير ريال تزوج. يمه الله يهداش ليش قلتي له؟ هو ليش ما اقول له؟ مو اخوك العود لازم يدري. يمه قاعد اسولف معاه سوالف، اول ما شفتيه على طول رحتي قلتي له، كاهو الحين ما رضى، شو اسوي انا بالله؟ انت ايش فيك انت؟ هو ما قال لك لا، قال لك اصبر اصبر، ما تعرف شنو الصبر؟ يمه خطبه بس خطبه. واي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انت بتجنني، على بقولك جبت الدرابيل بتعل قلبي، يبقى اخذ درابيلك وروح توكل على الله روح. يمه تكفين عشاني. وخر خلاص. قلت لك اصبر اصبر. روح روح روح. الله بتزوج تخرج انت بالاول، توظف خليك راتب بيدك بعدين يصير خير. بالهم زواج العبيهال طق 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 طق. يلا انت زوج. ما علينا يا حبيبي ما علينا ماتيوز. انت ماتيوز؟ ماتيوز؟ ليش ما جاب لدراستك؟ شلون يعني؟ هذا ربعك هذا الخمه هذا ربعك؟ جاب لدراستك، باكر وراك وظيفه وراك مستقبل، مو خايف على نفسك؟ مو خايف على مستقبلك؟ مجاب المتغذيه والنطيحه؟ يلا امشي الجامعه يلا امشي، وانت وانا اوريكم شلون، لا اشوف واحد فيكم يدق عليه، يلا يلا تنامي. ماتيوز انت ماتيوز؟ 24 ساعة قاعد ومجاب الفاشلين؟ كم مرة قايل لي غير ربعك هذيلا؟
شوف ناس شطار قاعد وياهم يدرس وياهم، ما غير بس قاعد بالدواوين وتفتر من مكان لمكان. شوف ربعي اللي ولده مهندس واللي ولده دكتور، وانت للحين فاشل على حطيت ايدك. وبعدين ما مليت؟ تعبت وانا ادرس فيك واعلم فيك وافهم فيك، صير ريال حق نفسك. واحيانا تزعل ويخيب ظنك اذا فشلوا عيالك في الدراسه، لكن يا ترى تدري ايش كثر انت ابو فاشل في نظر عيالك؟